مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه. من هنا من على ارضيه هذا الميدان، ميدان العرباء بمحافظه الطائف، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي العهد لنسخته الثانيه لعامنا هذا 1440، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر 12 1440، متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله الشوط الثاني للقعدان اللقاية من المسافة 4 كيلومترات. انطلقت صفحة جديدة لتكشف لنا المعاني المتحدية وتكشف لنا المعاني الباحثة عن النوماس الغالي. نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. انطلقت هذه الأسماء، نخبة من الأسماء الكبار، نخبة من العمالقة المتحدية والباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار الغالي. متابعينا في كل مكان، أسير مع المركز الأول وتابع المنطلق في هذه اللحظات، وتابع رمز الرياض بن ثامر السعدون من يقدم رمز مع المركز الأول، بينما الدور مع المركز الثاني، وتابع الفايز، الفايز من يتواجد مع شعارك يا عزام، يا بن ناصر، يا بن رضا، آل زيد الشريف، من يقدم لنا الفايز، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني، وتابع القادم شبه الحذر، من يتواجد عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، من يتواجد مع شبه الحذر مع المركز الثالث، بين مرابع الأسماء وتابع القادم العزم مع المركز الرابع، من يتواجد عبد الهادي بن هضبان آل جفران المري، من يقدم لنا العزم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادم هنا في هذه اللحظات مصيون محمد بن ماجد بن حمد البريص المري، هكذا النداء للخمس المراكز المتواجدة الباحثة عن النوماس الغالي، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى هذا الشعار، العودة إلى شبه الحذر، من غير على الصدارة ومن يتواجد عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، بينما التحدي مع المركز الثاني، من يتواجد هنا، من يتقدم الفايز، عزام بن ناصر آل زيد الشريف، من يدفع بأراضي الكتيبة ليبحث عن المناورات، ومن يقدم المحاربة والمناورة على هذا الشوط لنيل الفوز والانتصار. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، وصل رمز يا رياض يا بن ثامر يا السعدون، من يقدم هذا الاسم الكبير بين مرابع الاسماء القادم العزم، الله يا عبد الهادي يا بن هضبان يا الجفران المري، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، من يتواجد هنا في هذه اللحظات، ومن يتقدم هو العصا بالبطان العصا قوس، حتى هذه اللحظات شبه الحذر، من يتواجد عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، ولكن التهديد والمناورة مع المركز الثاني، الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير، يا سلام، ولكن
الآن وصل في هذه اللحظات المركز الثاني وتابع رمز 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 رياض بن ثامر السعدون، ولكن ولا زال في هذه اللحظات شبه الحذر مع المركز الأول. يب النوماس الغالي، يب الانتصار، يب الفوز، يب الفوز، يا سلام. وحصاد ابن بطان وحصاد القوس حتى هذه اللحظة، ولكن حذاري 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 من رمز، حذاري من رمز، رمز مع المركز الثاني. ووصل في هذه اللحظات، وصل الحزم عبد الهادي بن أضبان الجفران المري، ولكن شبه الحذر والعصاب البطان اتحركت الامور. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء الكبير، الاداء المتميز، يا سلام الله، يا شبه الحذر، يا سا يا عيسى، يا بن مطر، يا بن عيسى، يا الفلاحي، من قدم شبه الحذر في هذا الشوط الكبير، الشوط الغالي. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هنا في هذه اللحظات القدوم والوصول في هذه اللحظات من رمز مع المركز الثاني، ولكن تهانينا والف مبروك لشبه الحذر، من قدم لنا شبه الحذر. هنا عيسى بن مطار بن عيسى الفلاحي المركز الثاني، وصل هنا رمز رياض بن ثامر بن سليمان السعدون المركز الثالث. وصل متابعينا الكرام الجذاب حماد بن عبد الله بن خلف الشمري، بينما رابع الاسماء وصل الحزم عبد الهادي بن هضبان بن سعد الجفران المري المركز الخامس. وصل مصيون محمد بن ماجد آل بريص المري. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للنوماس عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي على انتزاع شبه الحذر بالمركز الأول وناموس الشوط الرابع. متابعينا مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني لحظة وصول شبه الحذر 6 دقائق 21 ثانية، 7 أجزاء جزء من الثانية. متابعينا الكرام، هكذا هو توقيت شبه الحذر، بينما المركز الثاني وصل رمز 6 دقائق 21 67 جزء من الثانية. متابعينا مشاهدينا الكرام، المركز الثالث التوقيت الزمني ولحظة وصول الجذاب 6 دقائق 23 88 جزء من الثانية. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، المركز الرابع وصل الحزم 6 دقائق 28 19 جزء من الثانية، بينما المركز الخامس وصل مصيون محمد بن ماجد البريص المري. التوقيت الزمني لحظة وصول مصيون 6 دقائق 30 ثانية.